السلام عليكم، مع حضراتكم احمد رزق احمد، طالب في المستوى 400 ببرنامج الهندسه الطبيه والحيويه بجامعه المنصوره. هتكلم النهارده مع حضراتكم عن المحتوى والبرنامج اللي المفروض كل طالب في مجال الهندسه الطبيه والحيويه انه يبدا يشتغل عليه من اول يوم في الدراسه لحد التخرج. طيب ايه المهارات الاساسيه اللي ممكن الطالب يشتغل عليهم علشان فعلا يكون في يوم من الايام مهيئ لكل فرص العمل المتاحه ليه في السوق؟ الست مهارات دول باختصار، وهم اول حاجه الكليه والتقدير، تاني حاجه كورسات العمليه والتدريب في المستشفيات والشركات، ثالث حاجه وهي الانشطه الطلابيه والتطوعيه في الجامعه، رابع حاجه وهي اللغه الانجليزيه الخاصه بالطالب اللي ممكن تاهله انه يشتغل في المجال بكل بثقه ونجاح، خامس حاجة وهي مهارات الكمبيوتر. هبدأ أتكلم مع حضراتكم عن أول نقطة معانا وأهم نقطة، وهي الكلية والتقدير. في النقطة دي حابب أعرف حضراتكم إن إحنا في الكلية على مدار 5 سنين بنبدأ نشتغل على وبندرس مواد الكلية، واللي بتساعدنا فعلا إن إحنا نفهم الأجهزة الموجودة في مجالنا في أي يوم من الأيام. مش بس كده، في مواد بتدينا التخصص بتاعنا وهي المواد الريليتد لمجال الطب زي أناتومي وفيسيولوجي وأورجانيك كيمستري وبايو كيمستري. كل المواد دي فعلا بتأهلنا ندخل لمجال الهندسة الطبية. اما بالنسبه للتقدير ففعلا مطالب من حضراتكم انك تشتغل على نفسك وتقديرك يكون مينيمم جيد جدا، ولكن ان شاء الله حاول ما تنزلش عن النقطه دي. اما تاني نقطه هتكلم فيها مع حضراتكم وهي الكورسات العمليه، سواء الكورسات اللي بتاهلنا ان نكون مهندسين ناجحين او الكورسات العمليه الخاصه بالاجهزه الطبيه وكذلك التدريب في المستشفيات والشركات. لو هتكلم مع حضراتكم عن الكورسات العمليه اللي المفروض نشتغل عليها خلال الدراسه، زي كورس الكترونكس او كورس كلاسيك كنترول، او ان احنا نبدا نشتغل على نفسنا في مجال البرمجه زي الاردوينو وبايثون وماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس والاي او تي. كل الحاجات دي هتأهلنا فعلا ان احنا نفهم الاجهزه الطبيه وطريقه عملها، وكمان نكون مؤهلين ان احنا نشتغل على مشاريع التخرج. اما بالنسبه للكورسات العمليه على الاجهزه الطبيه فحضرتك عندك مجموعه متنوعه من الاجهزه الطبيه اللي ينفع تاخد كورسات عليها، زي اجهزه الاشعه المقطعيه السي تي وجهاز الرنين المغناطيسي الام ار اي وجهاز التنفس الفنتيليتور وجهاز الدايثيرمي وجهاز الالترا ساوند السونار. كل الاجهزه دي حضرتك لازم تاخد عليها كورسات عمليه بحيث تكون مؤهل ان تفهم طريقه عمل الجهاز وكيفيه الصيانه او السيلز على الجهاز ده. اما بالنسبه للتدريب في المستشفيات والشركات فحضرتك بعد المستوى 100 او 200 تبدا تتخرج وتطلع لسوق العمل شويه عن طريق انك بتبدا تتدرب في المستشفيات الخارجيه، سواء مستشفيات جامعه المنصوره او مستشفى الشرطه في العجوزه، مستشفى دار الفؤاد، مستشفى 57. كل المستشفيات دي حضرتك ممكن تاخد الفرصه وتتدرب فيها. اما بالنسبه للتدريب في الشركات فحضرتك بتبدا انك تجهز السي في الخاص بيك وكل المهارات اللي اشتغلت عليها، وتبدا تنزل تدريب في الشركات عن طريق انك بتقدم للشركات ديت سواء في مقر الشركه او في الابلكيشنز الخاصه بالتدريب اونلاين. ثالث نقطه هتكلم فيها مع حضراتكم وهي الانشطه الطلابيه والعمل التطوعي. النقطه دي هي مهمه فعلا لان الطالب يبدا يكتسب فيها مهارات السوفت سكيلز المفيده في مجالنا، واللي بتمثل اكتر من 85% من المهارات المطلوبه علشان تلاقي فرصه عمل. المهارات دي زي presentation skills، time management، problem solving وهكذا كتير. كل المهارات دي فعلا الطالب بيبدأ يكتسبها لما يبدأ يشتغل في تيمات في الكلية او في الجامعة، مثل زي الانشطة الطلابية والعمل التطوعي. ومن هنا حضرتك ممكن تشارك على الاقل في 3 تيمات، وليكن الاول تيم خيري والتاني تيم بينظم المؤتمرات العلمية واخر تيم بيشتغل على ورش عمل من تصميم مشاريع علمية وهكذا. رابع نقطة هتكلم فيها مع حضراتكم وهي النقطة المهمة الخاصة باللغة. فعلا كلنا محتاجين ان احنا نشتغل على اللغة الخاصة بينا وخاصة اللغة الانجليزية. النهاردة اللغة الانجليزية فعلا مطلوبة في كل الفرص، سواء التدريب او حتى الشغل في الشركات. فممكن تبدأ تشتغل على اللغة بتاعتك من خلال الكورسات المجانية الموجودة على المنصات الإلكترونية زي إدراك ويوديمي وكورسيرا، أو حتى على اليوتيوب في قنوات كتير بتشتغل وقنوات محتواها قيم جدا زي قناة اسمها The American English، أو حتى الكورسات الموجودة أوفلاين في الكلية أو الجامعة. خامس نقطة هتكلم فيها مع حضراتكم وهي مهارات الكمبيوتر. كلنا كطلبة في مجال الهندسة عموما أو مجال الهندسة الطبية لازم نبدأ نشتغل على مهارات الكمبيوتر الخاصة بينا زي الوورد والباوربوينت والإكسل،
او حتى المهارات الخاصة بالديزاين زي الفوتوشوب و3D Max والإلاستريتور. كل البرامج دي او المهارات دي بتبدأ تفيدنا في مجالنا او في ان احنا نشتغل على مشاريع التخرج فيما بعد. واخر حاجة وليكن برنامج السوليد ووركس للتصميم او الاوتوكاد، كل البرامج دي فعلا هنتبدأ تحتاجها، فابدأ اشتغل عليها من اول يوم في الكلية وذاكر الحاجات دي سواء اونلاين او انك تبدأ تاخدها من منصات الكترونية تساعدك انك تفهمها في يوم من الايام. واخيرا هتكلم مع حضراتكم عن اخر نقطة واهم نقطة وهي العائلة. ففعلا العائلة لو قدرت تأسس علاقة قوية بينك وبين اسرتك فهيكونوا هم السند والدعم ليك خلال فترة الدراسة ويساعدوك انك توصل لحلمك. وطبعا ابدأ انزل تدريب في مستشفيات وشركات من بعد ليفل 100. اما بالنسبة لتدريب المستشفيات فده هيكون في البداية، لان تدريب المستشفيات بيأهلك انك تعرف اكتر عن الاجهزة الطبية وكيفية عملها وكيفية صيانة الاجهزة الطبية دي، وده بيأهلك انك لما بتوصل لانك تتدرب في شركة ما انك عارف شكل الجهاز وعارف طريقة عملية الصيانة ليه. واخيرا حابب اوجه لحضراتكم رسالة ان كل طالب عنده اي اسئلة لسه عن المجال يقدر يشرفني في مبادرة تقدر تسأل، وفيها بنبدأ نعرف الطالب بمجال الهندسة الطبية والكورسات اللي ممكن يشتغل عليها، وحتى لو واجهته اي مشكلة في يوم من الايام فبنساعده انه يحلها. وان شاء الله حابب اشكر برنامج الهندسة الطبية والحيوية على دعمه لكل الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.